بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 41. بسم الله الرحمن الرحيم. من آداب الصفوف في الصلاة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وخاتم رسله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم إلى يوم الدين. وبعد، أيها المستمع الكريم، إن إقامة الصفوف في الصلاة وسد الخلل فيها وإتمامها كل ذلك له شأن عظيم وأهمية كبرى، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على ذلك ويهتم به غاية الاهتمام. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، وفي لفظ: أقيموا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، متفق عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يحذر من الاختلاف في الصفوف، فيقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، أي يمسخها ويحولها عن صورتها. وكان صلى الله عليه وسلم يهتم بسد الخلل في الصفوف، فيقبل على أصحابه بوجهه الكريم فيقول: تراصوا واعتدلوا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وذلك أن مخالفة الصفوف مخالفة في الظواهر، واختلاف الظواهر سبب اختلاف البواطن. وكان صلى الله عليه وسلم يحث على ميامن الصفوف، ويقول: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. رواه أبو داود. ففيه استحباب الكون في يمين الصف، ويحث صلى الله عليه وسلم على التقدم إلى الصف الأول، فيقول: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لا يجدون إلا أن يستهموا لاستهموا، أي لو يعلمون ما في ذلك من الأجر لتسارعوا إلى الصف الأول ليأخذوا مواضعهم منه ولو بالقرعة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. وقد رأى صلى الله عليه وسلم في أصحابه تأخرا فقال: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من وراءكم، ولا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. وكان صلى الله عليه وسلم يحث على سد الفرج في الصفوف، فيقول: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، وفي لفظ: حاذوا بين المناكب وسدوا الخلل، ولينوا بيد إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطعه قطعه الله. رواه أبو داود وغيره. أيها المستمع الكريم، من هذه النصوص النبوية الكريمة نستفيد الاهتمام بصفوف المصلين خلف الإمام في الصلاة، من حيث: أولاً، تعديلها بأن تكون على خط معتدل، فلا يتقدم أحد على الصف ولا يتأخر عنه، لأنه كلما استقام الصف كان ذلك سبباً لاجتماع القلوب على الطاعة وتآلفها على المحبة في الله، وكلما اختلفت الصفوف كان ذلك سبباً وكلما اختلفت الصفوف كان ذلك سبباً لاختلاف القلوب، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. بل ورد الوعيد على ذلك بأنه سبب لأن يخالف الله بين الوجوه. ثانياً، سد الفرج، بحيث لا يبقى بين القائمين في الصف فتحات وفجوات. فقد حث صلى الله عليه وسلم على سد الخلل والتراص في الصفوف، والحكمة في ذلك منع الشيطان من التخلل بين المصلين ليشوش عليهم صلاتهم. ففي التحام المصلين منع للشيطان من ذلك وتحصين لصلاتهم. ثالثاً، حث النبي صلى الله عليه وسلم على التقدم إلى الصف الأول فالأول، وأن في ذلك من الأجر ما لو علمه الناس لتزاحموا عليه وتشاحوا، بحيث لا يستطاع فرزهم إلا بالقرعة. رابعاً، بيّن صلى الله عليه وسلم كيفية إقامة الصفوف
وأنه يبدأ في تكوين الصف الأول، فإذا تم يبدأ بتكوين الصف الثاني وهكذا. وهذا يدل على أنه لا ينبغي أن يبتدأ صف حتى يتكامل الذي قبله حسب الإمكان، ولكن إذا كان ابتداء صف ثان لغرض صحيح ساغ ذلك، ولو لم يتكامل الصف الأول، كما إذا كان من بطرف الصف الأول لا يسمع الإمام، فإذا ابتدأ صف ثان حصل القرب من الإمام وسماع القراءة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوف المأموم بحيث يسمع قراءة الإمام وإن كان في الصف الثاني أو الثالث أفضل من الوقوف في طرف الصف الأول مع البعد عن سماع قراءة الإمام، لأن سماع القراءة صفة في نفس العبادة فهي أفضل من مكانها. خامسا، حث النبي صلى الله عليه وسلم على الوقوف في ميمنة الصف، وأخبر أن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، ولكن إذا ترتب على كونه في يمين الصف أن يبتعد عن الإمام ولا يسمع قراءته، مع أنه إذا كان في أيسر الصف كان أقرب إلى الإمام واستماع القراءة، فميسرة الصف في هذه الحالة أفضل من ميمنته. سادسا، بيّن صلى الله عليه وسلم من له الأولوية بالقرب من الإمام، وأنه يقدم الأفضل فالأفضل، فقال: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، وأولو الأحلام والنهى هم أصحاب العقول من كبار السن وأهل العلم والفضل، فيقدم هؤلاء ليقربوا من الإمام لفضلهم وشرفهم ومزيد فطنتهم، حتى لو احتاج الإمام إلى من ينبهه على سهو أو يفتح عليه انغلاق قراءة أو يستخلفه الإمام عند الحاجة حيث ساغ الاستخلاف. وهذه المميزات تتحقق في هؤلاء أكثر من غيرهم. سابعا، بيّن صلى الله عليه وسلم الوضع الذي ينبغي أن تكون عليه النساء المسلمات إذا حضرن للصلاة مع الرجال، أنهن يكن صفا أو صفوفا منعزلات عن الرجال، بحيث لا يختلطن معهم ولا يقمن في صفوفهم خشية الفتنة، ويكون صفهن أو صفوفهن متأخرة عن صفوف الرجال. قال عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وإن لم يحضر سوى امرأة واحدة وقفت خلف الصف وحدها ولا تقف في صف الرجال، لحديث أنس قال: صففت أنا واليتيم وراءه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، والعجوز من ورائنا، رواه الجماعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا باتفاق أهل العلم، إذا لم يكن في الجماعة امرأة غيرها كما جاءت به السنة، ولأنها لا موقف لها مع الرجال فجاز لها أن تقف خلف الصف وحدها للعذر، فيكون ذلك مخصصا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لفرد خلف الصف. وهذا مما يؤكد على النساء المسلمات أن يبتعدن عن الاختلاط بالرجال حتى في مواضع العبادة، صيانة لهن وحفاظا على كرامتهن. أيها المستمع الكريم، ومن أحكام الصفوف في الصلاة أنه يتأكد على من وجد فرجة في صف أن يسدها ويقف فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: وسد الخلل. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان والحاكم عن عائشة. زاد ابن ماجه: ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة. وحتى لو كان في الصلاة وانفتح في الصف الذي أمامه فرجة، فإنه ينبغي له أن يمشي إليها إذا كانت مقابلة له فيسدها. هذا، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لطاعته ونيل مرضاته. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.